ميكو انجلش فور يوز غاده. الايديوم النهارده اللي هنتكلم عنه بيقول every cloud has a silver lining. every cloud has a silver lining. معنى الايديوم معناه الحرفي ان كل كلاود اللي هو السحابه تمتلك سيلفر لايننج اللي هو السحابه بتبقى متحدده كده باللون الفضي كده، بتبقى منوره كده. لما السحابه بتيجي قدام الشمس فتلاقي السحابه كده الحدود بتاعتها منوره كده. المثل ده بيتقال امتى والايديوم ده بيتقال امتى؟ لما يكون حد عنده مشكله صعبه ومش قادر يفكر، وحد يقول له ايه يعني فكر في الحاجات الحلوه، او يعني بص لنص الكوبايه المليان، او حاول تستغل الظروف اللي انت فيها وتطلع الحاجه الحلوه اللي فيها. يعني ربنا ما بيبعتش اي حاجه بتبقى وحشه، هو في الظاهر احنا بنبقى شايفينها وحشه، يعني اي ابتلاء بنبقى شايفينه وحش، بس احنا لو دورنا في خباياها هنلاقي في حاجات حلوه كتير وفي فضل ونعمه من ربنا كتير. فالايديوم ده بيتقال لو حد واقع في مشكله وحد بيقول له يعني دور على الجانب الايجابي للمشكله ديت عشان ترتاح نفسيا وتقدر تخرج من المشكله دي. الايديوم بيقول every cloud has a silver lining. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب انجلش فور لويز غايد.